حلو قوي، انا لازم اشتريه، بس مش ضايق شوية. مش مشكلة، انا لسه صغيرة، ربنا هيسامحني. الاذان مقوم اصلي الظهر، لسه بدري على العصر، اكمل المسلسل وبعدين اصلي، ربنا هيسامحني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دي مداخل الشيطان بيدخل لنا منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا دعاء وقال لنا الدعاء ده هيخلي الشيطان يبعد عننا ان شاء الله. ايه هو؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وعلينا كمان المحافظة على الصلاة في أوقاتها، وكل فرد لازم نقضيه في وقته. وعليكم بالحوقلة، فأي حد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقد دخل في حمى الله تعالى.